نصايح للناس اللي بتقدم على شغل وكتير ومش بيجي لها رد، ركز في الكام حاجة دول كويس جدا. أول حاجة لينكد إن وظف، دول بيكونوا أهم موقع تبص عليهم بزائد مواقع الشركات والبنوك. لازم تعمل فلتر كده للمقدمين علشان يكون بالنسبة لهم ريليفنت بالكي وورد، وبيستخدموا الاي تي اس سيستم، فده معناه عملنا فيديوهات عليه بيبص على الكي وورد، فدايما استخدم الكي وورد في الوظيفه في السي في بتاعك، وده معناه انك هتعمل اديت وتعديلات كتير على السي في، ولكن ما تكذبش ولا تقول وظيفه انت ما اشتغلتش فيها ولا برنامج انت ما اشتغلتش عليه عشان تعدل الاي تي اس، لان ده غلط. من ضمن الحاجات لازم يكون في كلمات زي ما احنا قلنا في الجوب ديسكريبشن المكتوب، لما تبعت السي في بتاعك او تعمله سبميت على اي موقع خليه بي دي اف مش وورد، لان الوورد احيانا بيبقى التنسيق بتاعه مختلف عن فئه. انت بتستخدم 2007، انا بستخدم 2003، واحد تاني بيستخدم 2023، الاصدارات المختلفه للاوفيس بتخلي البرنامج نفسه مش افضل حاجه. من ضمن ايضا الحاجات، مش عشان الاتش ار موظف هيعمل فلتر ل 500 شخص بيجيب اللي في السيستم نقيهم اعلى 30، ودي من ضمن الامور اللي لازم تاخدها. تاكد ان جاي اجابتك على اي موقف، بتقول ايه الموقف وايه دورك فيه، الخطوات بالترتيب، ايه النتيجه في وقت قد ايه انت عملته. من المهم جدا انك تقرا على ستار تكنيك، وعملنا فيديوهات كتير عليه. البس كويس وروح كويس في ميعادك، وبالتوفيق.